معانا ست نائب ولا ممكن يكون مش سامعني؟ سؤال، سؤال بطرحه لأنه من المفترض أنه مجلس الشيوخ هو مجلس للخبرات، خبرات هنا بتتكلم في خبرات علمية، خبرات قانونية، خبرات فنية، خبرات في كل المجالات، يعني ما بتتكلم على الطب، بتتكلم على الهندسة، بتتكلم على الإعلام، بتتكلم على كل حاجة لازم يبقى فيها الخبرات. هل يعني المرشحين للمجلس الشيوخ هيبقى فيه كل هذه الخبرات، ولا هنلاقي انه بيغلب الصفة السياسية اكتر على مجلس الشيوخ؟ ست النائب سيد عبد العال، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذة. اهلا بحضرتك يا فندم. ست النائب، بسأل حضرتك سؤال في البداية بعيدا عن حزب التجمع، ولكن ده سؤال انا عايز افهمه من حضرتك، رأيك فيه ايه؟ حزب مجلس الشيوخ من المفترض ان يغلب عليه الخبرات، هنا بتكلم على الخبرات الفنية، الخبرات القانونية، الخبرات في كل المجالات، اكتر منه يعتمد على الصفة السياسية، يعني تبقى الصفة الفنية اكتر من الصفة السياسية، ولا مش بالضرورة؟ يعني هو يجب ان يجمع بين الاثنين يعني، لكن الغالب اللي هو اللي حضرتك تفضلتي وحددتيه ان مجلس الشيوخ يجب ان يتمتع بعضوية تتميز بخبرات متنوعة في ملفات ومجالات مختلفة ومتنوعة، لكن هذه الخبرات المتنوعة مش محايدة، يعني ما هيش خبرات فقط فنية، لكن كمان لما تبقى مرتبطة برؤية سياسية فبتبقى بتعبر عن بدائل أمام متخذ القرار من وجهات نظر متعددة لنفس الموضوع، لكن مش الاعتماد الأكبر على الصفة السياسية. لا طبعا، يعني لأن حتى لما الحزب بتقدم مرشحينها على الشيوخ فهو بيختار من جواه الخبرات اللي هو عايز يقدمها في مجلس الشيوخ. نعم. الخبرات الفنية والعلمية والإعلامية وزي ما حضرتك تفضلتي. نعم. علشان تبقى مش معبرة عنه، لا تبقى شريكة مع الآخرين في إنجاز رؤى وتشريعات أو مشاريع تشريعات تخدم على مجمل الوطن. هل هنلاقي سيادة النائب لحزب التجمع بيستهدف تواجده بشكل كبير في مجلس الشيوخ أكتر منه عددا في مجلس النواب؟ والله احنا يعني حضرتك الظروف اللي بيقدر فيها الاعداد لانتخابات الشيوخ وكذلك بعد كده النواب، الظروف العامة اللي بنحيطها بالوطن بتتطلب ان احنا نحط شوية اشياء في المقدمة مش منها العدد، يعني منها ان احنا نشارك الاخرين كحزب او الاخرين يشاركونا ان احنا نروح على المجالس النيابية بهدف تقوية مؤسسات الدولة، بهدف استكمال بناء مؤسسات تشريعية قوية متنوعة. أما العدد فده يعني ممكن بس العدد هيؤدي للأغلبية. يعني يعني فإحنا كحزب تجمع يعني قدمنا لمجلس الشيوخ مرشحين متنوعين في الخبرات الثقافية والفنية، لكن يعني قصة العدد دي يعني كل حزب هيبقى عايز عدد مريح قوي طبعا، فده معناه انه هيستبعد اخرين من احزاب تانية. بتستهدفوا، احنا وصلنا لحاجة توافقية كويس. توافقية كويس. فيما يتعلق بالقائمة ولا بالفردي ايضا؟ لا بالقائمة والفردي، يعني بالقائمة والفردي توافقنا على ثلاث حاجات. نمرة واحد انه تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي. نمرة اتنين ان كلنا زي ما توافقنا على القائمة هنساند مرشحي الفردي اللي هيرتبطوا بالقائمة او مرتبطين بالاحزاب حتى. نعم. لو هو بعيدا عن حزب التجمع. بعيدا عن حزب التجمع. نعم. يعني انا لو في دائرة فيها حد مرتبط بالقائمة واحنا مش نازلين فيها هنساند هذا المرشح طبعا. الحاجة الثالثة ان الاتفاق المتفق فيه ما بيننا هو الهدف العام هو مساندة الدولة المصرية في عملية التحول الديمقراطي
اللي احنا مستمرين فيها منذ 30 يونيو نعم. وخطوة إجرائية مهمة فيها استكمال مؤسسات الدولة التشريعية. نعم نعم. امتى هيتم الإعلان رسميا عن الأسماء؟ أتصور يعني وفقا احنا كنا النهاردة في اجتماع لإقرار القائمة من غير أسماء يعني، إنما متحدث رسمي باسم القائمة اللي احنا اتفقنا عليه أعلن إن هو خلال ساعات أو ربما بكرة على الأكثر يعني، لأنها تتقدم كمان غالبا بكرة. تمام تمام، هنتابع مع حضرتك وبشكرك فندم. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع. حماية المستهلك بيقول، وأنا الحقيقة كنت الأول مرة أعرف من تصريح دكتور أحمد سمير إنه حماية المستهلك ممكن يتلقى شكاوى من أولياء الأمور خاصة بمصروفات